تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين باشا، شرت مديرية بلدية تكريت بتبليط شارع 30 في حي الديوم. وأكد مدير البلدية المهندس أنس فلاح الفراس أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهد الذاتي للمحافظة بعد عدم توفر التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية. تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر خليل، باشرت مديرية بلدية تكريت منذ الأسبوع الماضي بتبليط شارع 30 الرئيسي في منطقة الديوم. مديرية بلدية تكريت أعدت خطة طارئة لمعالجة الاحتياج السريع لتبليط عدد من الشوارع في منطقة الديوم. كما هو معلوم هنالك مشروع مقارب من محافظة صلاح الدين توقف بسبب قلة التخصيصات من الحكومة المركزية والأزمة المالية اللي يمر بها بلدنا الحبيب. هنالك أيضا متابعات من السيد المحافظ شخصيا للإسراع بتنفيذ المشروع الكبير، ولكن لمعالجة الاحتياج السريع قامت مديريتنا بتبليط هذا الشارع، ولديها أيضا خطة لتنفيذ شوارع أخرى. أعمالنا الأخرى اللي تضمنت حملة لإزالة التجاوزات على الأراضي التابعة لبلدية تكريت ومنها المناطق الخضراء، وحسب أمر السيد محافظ صلاح الدين المحترم قامت وحدة التجاوزات بمديريتنا بإزالة عدد من هذه التجاوزات في منطقة حي الجمعية، والعمل مستمر إن شاء الله. لدينا عمل لإزالة عدد من التجاوزات في منطقة الديوم، تم تنفيذ ساحة ألعاب للأطفال في منطقة الديوم. أيضا وكما هو معلوم نفذت مديريتنا حملة لإنارة عدد من الشوارع في هذه المنطقة. منطقة الديوم شكلت لدينا مهمة عاجلة لتلبية الاحتياجات لكونها منطقة يعني تستحق تنفيذ أكبر عدد من الخدمات في هذه المنطقة للاحتياج من المواطنين. وكما هو معلوم أيضا منطقة القادسية، والسبب الرئيسي هو تنفيذ مشروع المجاري التابع لمديرية مجاري صلاح الدين حال دون أن ننفذ أي مشروع تبليط، ولكن لدينا خطة بالأيام القادمة لمعالجة الاحتياجات السريعة.